هنتكلم عن حاجة تانية خاصة بالأمر اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وليكن عندي هنا مش، والمش دوت ليه مناسيب مختلفة زي ما معروف، وليكن حاجة شبه كده. وعند ريل ريل هاند ريل عاوز أعمله هنا، خش على الأمر الريل اللي احنا لسه معرفين برو، خش على سيجمنت ونحذف كل حاجة، كل حاجة يعني نحذف الحاجات دي كلها، نحذف كل حاجة يعني مبقاش إلا مثلا الشكل زي دوت. فبنخش على ال بنقول له هنا بروفايل، بروفايل مثلا انا، وبنحدد له الشكل اللي احنا عاوزينه. كمثال مثلا عندنا البروفايل مثلا، او عند البروفايلات اللي احنا كنا شغالين فيها، اوكي بقول له انا بظرف 2D و3D معايا، اقول له اوكي، بعمل هنا الامر المسطرة ومورف، ودي شكل المورف بتاعي، او بعمل باك. طبعا لازم نكون الحاجة مناسبة فبنيجي الامر تاني، بنعمل مثلا نرسم امر وليكن الحدود ديت، بقول له اوكي. طبعا انا في مشكلة في موضوع التجانس بينهم، طبعا بيتم اختيار المورف بصورة دقيقة اكتر يعني. كمثال انا مثلا اوكي كحاجة زي كده، فدي شكل المورف اللي عندي. طبعا هنا اقدر الغي القيمة ديت، قيمة الارتفاع من السيتنج اللي موجودة في البرنامج، القيمة ديت اقول له هنا صفر، واقول له هنا بس اوكي كده، واقدر الغي الشكل دوت، اقدر الغي القاعدة بس كده. دي بالنسبة له الجزء الخاص بالريل، عندي شكل زي اللي بعمله. لو عندي بس كده يعني، لو عندي مثلا مورف وليكن نخش على البلان، وعندي مورف بالشكل ده، نقدر فعل أمر المورف هنا، خش على 3D بيظهر معانا أمر المورف. هي أهمية طبعا احنا منقدرش نقدر نعمل أي تعديل في أمر المورف، إلا أول حاجة بنعمل اسكيب، نيجي على السهم دوت أو الأيقونة ديت، بنغيرها بتبقى السهم خاص بفري سكتش، كأنه فري سكتش بيديلي كأنه نعرف نتحكم فيه، بيجيلي مجيء عن النقاط والكلام دوت. فبنضغط على المسطح الداخلي للمورف، فبيظهر لي الأيقونة بتاعتي اللي أنا عاوز أشتغل عليها، وليكن أعمل له اكسترود بقيمة وليكن 1/10، وبعد كده أعمل صفر وأدي له الأمر. عاوز مثلا أعمل أوفست داخلي أهوت، وليكن هنلاقي هنا نلاحظ إن البرنامج بيقعد يعمل تنعيم للمسطح الداخلي. أقدر أعمل اكسترود للشكل الداخلي دوت بقيمة معينة، وليكن 10 سنتيم، وليكن 30 سنتيم، وأعمل سؤال بصفر. أقدر أعمل اكسترود نفس الداخلي تاني بقيمة داخلية، وليكن بقيمة 10 سنتيم، وأقدر إن أنا أقدر أتحكم فيه أكتر، وأعمل اكسترود الأم
بس ممكن اقدر اشكل اللون الداخلي بتاع المورف زي كده. وعلى نفس هذا الشكل أقدر أكمل بقية الشكل اللي أنا عاوزه بأي أشكال أقدر عاوزه يكون بالشكل اللي أنا عاوزه. وليكن بالشكل اللي أنا عاوزه أو بناء كونسبت شبه دوزي. السلام عليكم.